الألعاب الأولمبية هذه هي المرة لديها طعم خاص وصعيبة جدا جدا، وفيها يعني كآبة حزينة نوعا ما بدون جمهور. فهذه الألعاب الأولمبية لن تنسى مدى الحياة يعني بالنسبة للعائلة الرياضية والأولمبية الدولية. بخصوص جائحة كورونا، فيه هنا رقابة شديدة، فيه يعني كما نقولوا رقابة لتست بي سي ار يوميا لكل الوفود المشاركة في القرية الأولمبية أو في القرى الأخرى، مثلا بالنسبة للدراجات الهوائية ولا رياضة التجديف. فاليوم جائحة الكورونا طغت كثير بجوانبها يعني السلبية والوقائية. نظن في القرية الأولمبية ما كانش في حالات كثيرة غادي نلقاوها، ما عدا يمكن 2 ولا 3 اللي جاو يعني ومتفرقين. اليابانيين هنا نقدروا نعطيو لهم علامة 10 على 10 من هذه الناحية.